الاستاذ عبد الحميد، كما كنشوفوا ان شاء الله غادي تدخل وغادي تقدم هذا العرض هذا، يمكن لك تحدد الجمهور اكسبريس تي في على هذا العرض هذا؟ العرض هو عرض يستلهم من التاريخ، من التاريخ المغربي، وكاين واحد القاسم مشترك مع الاندلس والمغرب طبعا في شخصيه يوسف بن تاشفين في الدوله المرابطيه. والعرض استلهمنا من احداث ومشاهد من التاريخ، استحضرناها اليوم لنخلق حوارا فنيا مع مجموعة من الفنانين الذين حضروا من إسبانيا ومن فرنسا ومن البرازيل. ونحن كمغاربة دائما وأبدا نؤمن على أنه حوار الحضارات ضروري وأساسي، لأنه المغاربة يتميزون بالتسامح. هذا السبيكتاكل هذا ديال اعتماد بين المعتمد وتشافين هو حكاية تجمع بين الصليبيين والاندلسيين والمرابطين، وهذيك الحقبه اللي تجمع بيناتهم اعتماد الرومايكيه اللي كانت الزوجه ديال المعتمد بن عباد اللي هو ملك ديال اشبيليا، وزينب زوجة يوسف بن تاشفين. وتنهضروا على هذه العلاقه هذه اللي تجمع بيناتهم، والدور ديال المراه بين السياسه وما هو ونعتبرها امرأة مغربية نجبات التاريخ في هذيك الفترة، وهي امتداد للمرأة الحاضرة. بالنسبة لهذا العرض واش غادي يكون غير في مدينة مراكش أو لا غادي يعد عدة مدن؟ العرض لن يقف في مدينة مراكش طبعا، سنذهب به إلى مدينة الرباط مسرح محمد الخميس، ثم غادي نمشيو لمدينة مكناس، بعد ذلك سنقفل العودة إلى مدينة مراكش. إن شاء الله نتمنى أن يخرج العرض كذلك إلى أوروبا، خاصة فرنسا وإسبانيا، وهذا هو المبتغى، هذا هو الهدف. Bonsoir à tous, je m'appelle Maxime Silva, je suis producteur et CEO de la société Good Vibes Dealer. On organise ce spectacle avec vraiment une réflexion philosophique qui mélange beaucoup d'art, donc le théâtre, la danse, le cinéma, la poésie, le chant. Et notre volonté est vraiment d'avoir une perspective sur des éléments historiques et de faire réfléchir sur la vérité. Donc la perspective c'est, est-ce que ma vérité c'est forcément ta vérité? Alors peut-être pas. Donc voilà le débat. ولكن هنا وباقي دول شمال افريقيا فراه ما دار فيهم والو، وما عندنا ما نعطيه ولا ما نردو ليه. الا انت معول تردني الاماره وتردني حتى انا معها؟ لا، ما يمكنش يا زين، ما يمكنش نستغنى عليك. ولا انا ماشي امانه؟ ايوا راه بحالي بحال الدوله. لا، انت الان وليتي مرتع على سنه الله ورسوله، وانا ما يمكنش نعيش ولا نعيش الا بك. ايوا حتى الدوله اللي كبرتي ما يمكنش تعيش بلا بها، ولا هي تعيش بلا بك. هادشي اللي بان لك انا لازم. وجسم سيحرقان بالموسيقى وسترحل معي الى جنه الحر وتنسى كل شيء، كل شيء.